حسنا، أنا بسيط رجل الإسعاف. ساعدني ساعدني. هل تطلب مساعدة؟ يا لها من بغضاء. لابد أن هناك شيئا حدث للكلب. إنني قادم على وجه السرعة. حسنا، ما الذي يؤلمك؟ يدي يدي. اهدى قليلا، سوف اعتني بك، ولا كل شيء على ما يرام. رائع. هيا لك من كلب العجوز. انتظر هنا، ستشفى تماما. انك تملك كثيرا من الجلد، كيف تشعر الان؟ الا يطلب احد مني المساعدة في هذا المكان؟ ارى طيور اللقلق قادمة. هناك من يتألم. لقد انكسرت قدمي. ماذا؟ إنها تؤلمني. قدمك كسرت. إني حزين لما حدث. والآن حالا سوف تشفى قدمك تماما. والآن لنرى الذي بعده. ألا من يشكو؟ ألا من يتألم؟ إني أساعد. آثار غريبة، سأتبع هذه الآثار. لابد أن هناك من يحتاج مساعدتي هناك. هي توقف، إنك تعاني من آلام في معدتك وجهازك الهضمي. دعني أرفع معدتك قليلا. نعم نعم، هكذا تسير بشكل أفضل. نعم. لقد أصبت بالبرد. قلت انك اصبت بالبرد. يبدو ان نزلة البرد حادة. والان ستتحسن صحتك. صحتك تتحسن حالا. أتشو. شكرا لك، لقد تحسنت صحتي الان. اكل الاسماك يضر كثيرا بالمصاب بالبرد. إنني قادم. ماذا أصابهم؟ إنهم يشكون كثيرا. لقد وصلت بالوقت المناسب. انظري، عليك أن تعتني ببيضك أكثر من هذا. لا داعي للقلق أيتها الأم. Ah!
ها توقفي، لقد وقع طفلك. سوف يكون الأطفال أكثر سلامة على ظهر أمهم. والآن لا داعي لأن تقلقي أيتها الأم. وداعا وداعا. ألقيت بطفلك أيتها الأم، عليك أن تحتاطي أكثر من هذا. أظن أنك محتاجة إلى هذا الكيس. نعم، وهكذا سيكون طفلك في أمان. لقد تعبت جدا هذا اليوم، تعبت جدا. نعم أنا بسيط، هل من خدمة؟ النار تشتعل يا بسيط، هيا أسرع. دبا للحريق، كهربة الحريق، هيا لنطفئ الحريق، هيا حريق حريق بسرعة. الفيل بسرعة، علينا أن نسرع، سيزداد الحريق، هيا بسرعة بسرعة. ولا نسحب الماء أيها الفيل. حسنا، والآن لنبدأ. أكثر أكثر، كن قويا أيها الفيل. أوشكت النيران على الانطفاء. نجحنا، لقد انهار. كبير، إنه دائما يزعجني بطلباته هذه في فترة استراحتي. احمله إلى الكراج. والتعب الفيل أصبح كالورقة. وأنا علي أن أنفذ أوامره فقط. يا له من مزعج. مشكلة أخرى قادم قادم. ابتعد ابتعد، لا تستطيع الوصول. إن الأعمال الطيبة تريحني. هلا توقفتما عن العراك؟ لا داعي للعراك بعد هذا، لا بد أن تصبحا صديقين حميمين. حسنا، سأتابع جولتي في المزرعة. يا إلهي، إنني أكره الثعابين. سأتخلص من لسانك المسموم أيها الثعبان، إنك تخيفني هكذا. حالة طوارئ، أسد يهاجم حمارا وحشيا، عليك إنقاذه. ولم لا؟ توقف، لا تتحرك، يبدو أنك أكلت كثيرا اليوم، وهكذا لن تأكل المزيد. نعم، دعني أرى، عليك الآن ألا تسرف في الطعام. آها. أيها النجدة، لا تأكلني أنا، إنني أقدم المساعدة للجميع ولك أيضا. النجدة النجدة. شيء ممتع أن أزرع الحقل، جزرا حلوا، بطاطا لذيذة، وسبانخ حلوة الطعم. آه،
نسترح يا بسيط. ماذا هناك؟ ما الذي تفعلونه هناك؟ ماذا؟ هل تريدين أن تكوني شجرة تطرح بيضا؟ لا، هيا هيا اذهبي من هنا. بسيط، انظر إلى النعامة، ماذا تفعل هناك؟ نعامة؟ إن هذا حقري كما تعلمين. تبا لهذا الحيوان المزعج. ماذا تفعل هنا بهذا المكان؟ ابتعد، إنه مكاني. ايه كفا عما تفعلان هناك. اذهبوا من هنا، ليست هذه ساحة للعب. هيا هيا. هذا أفضل شيء. ماذا حصل؟ لقد فهمت، لم أكن أعلم أن هذه الزهرة هي حيوان الخلد. والآن لقد عرفت كل شيء. أنا أريد مجموعة كبيرة من الأزهار الجميلة. ما تفعله مضيعة للوقت، انظر هناك. سامحهم أبدا. هيا مش لقد تعبت تماما، ولكن كل شيء أصبح في أمان الآن. Ha ha ha!
أرجوك اهدأ قليلا يا بسيط، اهدأ من أجل صحتك. إنني أشعر بالعطش الشديد بعد أن جريت مسافة طويلة، لن أسمح بمثل هذا الاحتلال الرهيب. لقد خسرت هذه الجولة يا بسيط. هذا صبور وعنيد في نفس الوقت. لن أستسلم أبدا أيها الحيوان، ستمكثون هنا. امكثوا هنا وأحسنوا التصرف. أرأيت ما فعلت يا شريعة؟ انظر هناك. يا لها من حيوانات مشاكسة. حسنا، لدي فكرة، سأريكم الآن. إنها جاهزة، متفجرات. والآن ما رأيكم؟ كانت وسيلتي الأخيرة للتخلص منكم. وهكذا فقد تتعود الحيوانات على ذلك. بل عليها أن تعرف كيف تعيش. لا فائدة من عملي بدون حرث الأرض. شيء رائع أن أزرع الحقل، جزرا حلوا، بطاطا لذيذة. أزيلي أيتها البطاطا، ممتع جدا. النعامة، أنت مرة أخرى، ألن تتعلمي أبدا يا شقية؟ هذه هي الطريقة الوحيدة للتخلص منك. تزرع الحقول. ضل